اسمي مهندس إياب حسونة، شغال في شركة بترول. أنا كنت بوصل بنتي النهاردة في النادي الأهلي. طبعاً إحنا كلنا شفنا النهاردة المظاهرات بتاعة الألترس، حقيقة الحمد لله خلصت بسلام، ما كانش فيه مشاكل. هم أنا معرفتي أو شكلي يعني بيهم إن هم ناس يعني طيبين، هم شباب ما لهمش دعوة بالسياسة، كل يعني حاجاتهم خاصة بالكورة بس. حتى النهاردة المظاهرة ما كانش فيها أي حاجة خاصة بالسياسة، وده شيء طيب. واحنا مش عارفين هو دايما بيحصل مشاكل، ما نعرفش المشاكل دي بتبقى اصلا منهم ولا في حد في وسط المظاهره بيندس بحيث ان هو بيسبب المشكله، لكن النهارده الحمد لله ما كانش فيه مشاكل. وحته ان هم يتظاهروا او ما يتظاهروش، فدي في حد ذاتها ما اقدرش امنع فئه في المجتمع انها بتتظاهر، سواء كانوا نساء او رجال او اي حد، كل واحد ليه حريه انه يتظاهر ادام بيلتزم بالحدود وما بتنتهيش في الاخر خالص بان يبقى في مشكله او ان في اي يعني مشاكل امنيه. انا محمد الصيفي، اخصائي سلامه وصحه مهنيه. انا النهارده شفت مظاهرات الالترس. بصراحه عكس الناس ما فاكره خالص، الالترس منظم جدا، عارف هو بدايته فين ونهايته فين. على حد علمي واللي بشوفه من المظاهرات بتاعته ان هو مش من طبيعه العنف، ولو كان من طبيعته العنف كان عمل العنف في مجزره بورسعيد، يعني بظل ما كانش فيه اي داخليه خالص. الالترس خرج في مظاهرات سلميه جدا ايام المذبحه، فانا مش شايف بصراحه ان هو من عادته ان هو يكون همجي او بيتعدى على منشآت وكده. والنهارده مثلا زي ما شفنا المظاهرات والعالم كله شافها، المظاهره كانت سلميه جدا امام دار القضاء العالي، ما فيش اي العاب ناريه. الالترس كان عارف هو خارج فين وينتهي فين ومده المظاهره بتاعته كانت قد ايه، ودي رساله للعالم كله ان هو مش ارهابي زي الناس كلها كتير ما بتقول. انا محمد عزت، انا مش مع المظاهرات اللي بتطلع كل يوم بالذات من الالترس. مش شايف سبب ان هم كل يوم يطلعوا يعملوا مظاهرات وشماريخ ومش شماريخ والكلام ده كله، خلاص بقى اذا كان على حق الشهداء هو جه، ننسى بقى كل الكلام دوت. تشجيع بتاع زمان اللي كنا بنشجعه اول ما طلعتوا في 2007 كنت كل الناس بتحبكم، لكن دلوقتي خلاص بداتوا تقلوا من عند الناس. ليه بقى ابتداتوا تقلوا عند الناس؟ عشان خاطر طبعا المظاهرات بيبقى فيها تكسير وشماريخ وولع ونار وكل الكلام ده، طبعا الناس بتتضايق من ده كله، خصوصا ان البلد مش مستحمله. فيا ريت يعني خلينا بقى في التشجيع بتاع زمان، لا اما بقى الجمهور يرجع بس من اقل من 20 سنه ما يخش، لان هم الاطفال الصغيره دي هي اللي بتعمل ده كله. فيا ريت الكبار بيبقى عندهم عقلهم ركزين شويه في الكلام، ما بيقدروش يعملوا اللي هم بيعملوه ده. لكن اللي هو العيال ال 16 وال 15 وال 12 هم دول اللي طالعين جديد، هم دول اللي فاكرين ان الشماريخ والولعه والتكسير والضرب وكل ده هو ده حلو، لكن ده كله ملوش اي لازمه.